ندق عليه شوية بالشكوش هيك أو هيك على أساس إنه يطلع شكله مرتب. وإن شاء الله بهسه بسقط المجموعة الأخيرة. طيب أنا سقطت المجموعة الأخيرة وخلصت وربطت هاي الجهة، يعني على أساس أنا قلت بصور لكم التربيط الأخير مع الأسلاك أفضل من التربيط هذا. وعلى كل حال في فيديو موجود بالقناة عن التربيط الملفات، كيف نعمل سنارة وكيف نربط الملفات. وهذا هو شكله من هاي الجهة صار. طبعا حطيت الخشبات أنا في المجاري. طبعا الآن نجي للتوصيل. طبعا أنا قشرت أسلاك وجهزت التوصيل على أساس إنه يكون شغلنا سريع، وشرحنا التوصيل برضو إحنا كمان في أكثر من فيديو، ونشرح هيك على السريع هسه. طبعا زي ما احنا عارفين هذا المحرك قطبين وتوالي، اذا توصيله نهاية في نهاية وبداية في بداية. فاحنا اول ما بنيجي بنيجي من عند زي ما انتم عارفين وشرحنا سابقا من عند فتحة الاسلاك، فتحة خروج الاسلاك، نمسك اول بداية اول مجموعة سقطناها وبنحكي هاي برا، وبناخذ نهايتها وبنوصلها مع نهاية المجموعة المجاورة إلها من نفس الفاز. هيها طبعا هاي النهاية تبعتها مع نهاية المجموعة المجاورة إلها، هيها نهاية مع نهاية. طبعا باقي الفازات نعمل نفس الشيء، بنوصل نهاية في نهاية وبداية في بداية. طبعا هذا المحرك يعني لأنه قطبين توصيله نفس توصيل خلينا نحكي ترمبات الماء، انه النص حصان والثلاث حصان والاربع حصان، ترمبات الماء القطبين الواحد فاز. الواحد فاز يعني اعتبر انت كل فاز من هذولا كانه ملفات تشغيل، كانه ملفات تشغيل بتوصل نهايه بنهايه وبتطلع البدايات برا، كانه ملفات تشغيل بالضبط لترمبه واحد فاز. نفس الشيء ما بدنا نخوض كثير في التوصيل لانه سهل التوصيل ومعروف التوالي للقطبين نهاية بنهاية زي ما حكينا، والبدايات بيطلعوا لبرا. طبعا في الاخر بيبقى عندنا ست بدايات، هيهم هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة. طبعا زي ما حكينا الان بما انه حكينا احنا بما انه التوصيل نهاية بنهاية فبيطلع معانا بالتالي كلهم بدايات، الاسلاك الستة كلهم بدايات. فاذا كان الاسلاك اللي معانا بدها تخرج للروزيتا كلها بدايات، فهنا بناخذ واحد وبنترك واحد، او بناخذ طريقة واحد ثلاثة اثنين او طريقة واحد ثلاثة خمسة زي ما شرحناها سابقا. احنا بنمسك الاول وبنقول هذا واحد، بنترك اثنين وبناخذ ثلاث، وبنترك اربعة وبناخذ خمسة وبنترك ستة. طبعا هنا بصير عندنا ثلاث أسلاك تركناهم وثلاث أسلاك أخذناهم. الأسلاك اللي تركناهم بنوصلهم على ثلاث أسلاك بلون لجهة من الروزيتا، والأسلاك اللي تركناهم بنأخذهم على الجهة الثانية من الروزيتا بلون آخر. تمام إن شاء الله إنها واضحة، يعني زي ما حكينا وشرحنا كمان إحنا في فيديوهات سابقة. بنأخذ واحد نترك واحد اللي أخذناهم، بنطلعهم بلون مثلا احمر على جهة اليمين من روزيتا، واللي تركناهم بنطلعهم بلون مثلا اسود على جهة الشمال من روزيتا. هاي هي هيك بيطلع لنا ست اسلاك من المحرك، وبس نوصل ان شاء الله لروزيتا بنورجيكم كيف توصيلة الدلتا عليها. الان بدي انا الحم الاسلاك واجهز للتربيط وبرجع لكم. طبعا الان وصلنا بعد ما وصلنا لمرحلة الحام الاسلاك، بدي اورجيكم انا كيف بس بلحم الاسلاك. طبعا انا لحمت الاسلاك وخليت سلك واحد على اساس اورجيكم كيف، بس في ملاحظة انه احنا لازم يكون عندنا فلكس زي هذا مساعد للحام. طبعا اذا ما حطينا منه القصدير ما بيمسك
كويس يعني بشكل جيد على السلك، لكن لما نحط من هذا الفلكس ونحط الكاوي ونسخن، الفلكس هذا بذوب وبتوزع على كامل السلك، بساعد على اللحام وعلى توزيع القصدير على السلك، فبصير لما تحط القصدير انت يتوزع على كامل السلك بسبب الحرارة والفلكس هذا. فالأفضل انه يكون في فلكس. انا بس بدي اورجيكم هذا السلك اللي الضايل او الاخير، انا الان مش حاط عليه فلكس، بدي احاول انا احط شوية قصدير على الكاوي زي هيك واحطه على السلك اشوف بيمسك او لا. لاحظوا ما بيمسك او ما مسك بشكل جيد. خليني بس احاول اقرب الصورة. لاحظوا ما بيمسك، لكن لما نحط انا فلكس زي هيك ونحط هيك شوي على اصبعنا، طبعا هو السلك هسه سخن الفلكس راح يذوب. الان لما نحط انا عليه شوي فلكس، لاحظوا الان لما نحط قصدير كيف انه راح القصدير يذوب مباشرة على السلك ويتجمع على السلك. لاحظوا خلينا نحط كمان شوي. طبعا بنحط كمية قصدير مناسبة وبنحاول نسخن السلك، يعني نخلي السلك يسخن لدرجة على أساس إنه القصدير يتوزع بشكل جيد ويمسك. وبعد ما نخلص من القصدير بنثبت شوي الكاوي على السلك على أساس يحمى بزيادة والقصدير يتوزع بشكل أفضل وأحسن. وهيك لاحظوا كيف القصدير أجى على كامل السلك. طيب والآن أنا بعزل الأسلاك، رأس الأسلاك من هون وبحط لهم معكرونة على أساس أجهزهم للتربيط. طيب والآن بدي أعزل رأس الأسلاك، أنا بعزلهم برضو باللاصق زي هيك. طبعا لاحظوا إنه اللاصق هاي خلصت تقريبا معي في عزل هذا المحرك في البداية. بعزلهم بشوية لاصق هيك على أساس إنه إذا في راس مدبب او شيء ما يثقب بالمعكرونه اللي بدي احطها. وطبعا اذا في راس مدبب كثير تقدر انك تبرد هذا الراس او انه تنعمه على اساس ما يثقب المعكرونه. طبعا الان انا الان عزلتهم كلهم وقصيت معكرونة بعدد الاسلاك، معكرونة زي هيك على اساس اني معكرونة للوصلات، ثلاث معكرونات بحجم الوصلات او بسماكة الوصلات. ومعكرونة بحجم رأس الأسلاك اللي بدي تخرج للروزيتا.
ونحطها احنا بهذا الشكل، وبنقص الزيادة يعني اذا في زيادة. طبعا يعني بنوضع الاسلاك بشكل مرتب وترتيب على اساس انه لما نربط يكون شكل الملف والاسلاك شكل جميل، ما يكون شغل مخربط افضل واحلى. يعني لازم يكون شغلنا جميل، مش بس انه احنا بدنا نلف المحرك، لازم يكون برضو كمان شغلنا فيه جمالية. تمام، والان المحرك جاهز للتربيط من هاي الجهة. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دايما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.